كل فكرة لها بداية. كل فكرة لها مصدر. كل حكاية لها مقدمة. وما أجمل بدايتنا، فيها عبرنا الصحاري وخضنا الوديان وصعدنا القمم وأسرنا قلوب المغامرين حول العالم. ما رسمناه كان مفتاحا للبر ورائدا بالمغامرة. ما صنعناه فتح أبوابا أوصلتنا إلى آفاق جديدة وعبد طريقنا إلى المستحيل. ولكن تلك كانت فقط البداية. فحكايتنا مستمرة وإلى آفاق جديدة نحن ماضون.